بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس. أسبوعين من الانقطاع بسبب الاختبارات النهائية لهذه السنة، عدت على خير الحمد لله. لا ما عدت على خير، كان في مشكلة وتم يعني قالوا لي الأمور طيبة، لكن إن شاء الله الأمور طيبة. طيب اليوم طبعا زي ما انتم عارفين كثير من الناس تقول انه نظام جنو لينكس خاص بالمحترفين، تمام. بعض الناس يقول نظام لينكس خاص بالمحترفين، تمام. اللي هم من اعلمكم عنه انه نظام جنو لينكس ليس فقط للمحترفين، لكن الاشكاليه انه الناس تعمم. واليوم راح اخذكم ان شاء الله بجوله سريعه عندي على الكمبيوتر، راح اوريكم التوزيع اللي نستخدمه، النظام اللي نستخدمه هذا، تمام. اوريكم اني استخدم نظام دائما يقال انه للمبتدئين، يقال اني محترف لكن انا لست محترف فعليا، انا هاوي كمبيوتر، لذلك الهاوي يختلف عن المحترف. والله يكفيكم شر الهاوي. زين راح اتفرج اليوم على كل حاجه، او بالاصح الاستخدام اليومي اللي هو مشابه جدا جدا لاستخدام المبتدئ او استخدام المستخدم العادي، وهو هذا اللي قاعد اسويه يوميا ترى، ولا في عندي اي جديد، تمام. نظام جنو لينكس نظام ليس للمحترفين، ارجع واقوله مره ثانيه، تمام. النظام عام، تمام، مما يعني انه يشمل جميع طبقات المستخدمين، والمحترفين يفضلون نظام جنو لينكس، تمام. هذا ما يعني انه المحترفين فقط، اذا شفت شخص محترف يستخدم نظام جنو لينكس هذا ما يعني انه جنو لينكس خاص بالمحترف، هذا يعني انه يفضل جنو لينكس نظرا للحريات والقيود اللي هي شالوها عن النظام، وصار المستخدم يقدر يسوي اي حاجه على النظام نفسه. طيب ايش يهمك، ايش يهمك تعرف ايش الاشياء راح اقدمك اياها اليوم؟ راح طبعا انا اشياء تكلمت عنها قبل، لكن اليوم اقصدكم انتم، بحيث ان اليوم احط عندي قدامك يبيض يسود، يبيض يسود زي حقه عادل امام، يبيض يسود. طيب خلينا نشوف بالنسبه للاستخدام اليومي، المستخدمين غالبا يحتاجون الى متصفح انترنت، تمام. بقول لكم حاجه بالنسبه للشاشه السوداء هذه، كل ما اقول لشخص جنو لينكس يقول لي الشاشه السوداء، اقول لا 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 لا، الشاشه السوداء هذه عباره عن شيء ما تحتاجه من الاخر يعني، تمام. اليوم انا ما راح اتكلم عن اي مصطلح، ما راح اتكلم عن اي شيء عجيب. الشاشه السوداء كلها تقدر تنفذه بواجهه رسوميه، تمام. ليش نستخدم الشاشه السوداء؟ لانه نحب نستخدمها سريعه، تمام، فقط. لكن موجوده اشياء ثانيه تقدر تنفذها، تقدر تنشئ ملفات جديده، تنسخ، تلصق، تسوي كل شيء عن طريق الفاره، صح؟ صح. نفس الشيء تقدر تسويه بالواجهه الكتابيه هذه السوداء. خلونا نشوف اول شيء ونبدا. طبعا الفيديو هذا انا سويته بدون ترتيب، قد يكون في اي لخبطه، لذلك اعذرون. بس خلونا نشوف. طبعا حاب اقول لكم شغله، انتم اللي ما تعرفون النظام لحد الان، او انكم استخدمتوه خايفين، تمام. الناس اللي اعطتكم المعلومات هذه اعطتكم معلومات غلط، لان الناس هذه اللي جربت حاجات غلط، قالوا لهم النظام الباك تراك نظام محترفين، قالوا ننزل الباك تراك، اكتشفوا ان الباك تراك عباره عن نظام ما يعرفون يشغلونه، تمام. الباك تراك غير موجه اساسا لاي مستخدم، موجه للمستخدم لاختبارات الحمايه وليس الاختراق، تمام. وبعض الناس سمعت انه ارتش لينكس قويه، نزلت ارتش لينكس وبعدين اخفقت وبعدين قالت نظام جنو مو بزين. طيب اول شيء التوزيع اللي نستخدم اسمه لينكس مينت، خلونا نشوف لينكس مينت ونقول بسم الله. طيب هذه القائمه حقت البرامج اللي نستخدم، بس خلونا اصغر وجهي شوي، اوب، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين منيو نفس ابدا اللي موجود بالويندوز، ونفسه نفس اللي بالماكنتوش فوق، تمام. طيب نضغط على منيو، لو ضغطنا على اول ابلكيشنز هنا يجيك تصنيفات جميله جدا، تقدر تتحكم بتحذف تسوي اللي تبي، تمام. مما يعني انك عندك اكسسوارز اللي هن البرامج الملحقه، في عندك جرافيكس اللي هي برامج الرسوميات، في عندي انترنت، في عندي التشوكوك مهمكم تشوكوك ما تعرفونه بالويندوز لكن هذا خاص بتويتر، في عندكم كروميوم زي كروم، في عندك دروب بوكس، وفي عندك امباثي ماسنجر، وفي عندك فايل زيلا الاف تي بي، تمام. واستخدم اللي هو الفايرفوكس الجي داونلودر حاطه بالسده لاني ما بحمل اصلا، تمام. اشياء كثيره، في عندكم الكومبوزر بديل عن الانترنت اكسبلورر بالرغم انه افضل منه لانه يستخدم تقنيات سي اس اس، تمام. في عندكم البيجن ايضا هذا استخدمه ترانزميشن للتحميل عن طريق الانترنت، وافضل برنامج موجود ما بين بيئات تشغيل كله للتورنت هو ترانزميشن باتفاق الجميع، تمام، نظرا لانه فيه حاجات كثيره. طيب طيب هل المتصفح عندك نفس المتصفح عندي؟ نعم. لو فتحت الان متصفح فايرفوكس على سبيل المثال راح تلاحظ انه هو نفس متصفح الويندوز اذا كنت تستخدم ويندوز او تستخدم ماكنتوش، تمام. طبعا راح يتاخر فتحه لاني انا على اسجل الحين، لكن خلنا افتح من هنا اجرب. ممتاز، هذا هو فايرفوكس المعتاد او فايرفوكس اللي انت عارفه، نفسه بالضبط، تمام. زي ما انتم شايفين باضافاتي بعفشي بكل حاجه، تمام. من هنا اقدر اسوي اي شيء ابيه، متصفح عادي نفس اللي عندك، تمام. بالنسبه للماسنجر، اوكي تستخدم ماسنجر انت؟ اذا كنت تستخدم سكايب موجود، اذا تستخدم ماسنجر في عندنا ماسنجر افضل، تمام، اللي هو ماسنجر بيجن، بحيث انك تقدر تشغل اكثر من بريد بوقت واحد. خلنا نفتح البيجن.
آمل إنه ما يطلع أحد ما يبي إنه يطلع بالفيديو هذا. أوكي هذا هو هذا البجن. طبعا حاليا شابك فيها الجيميل لكن خلونا نشوف إيش يدعم البجن. لو دخلنا على مانج أكاونت من هنا وجينا نسوي إضافة تمام، لاحظوا من عند الإضافة هنا فيه بروتوكولات كثيرة، ممكن تحط فيسبوك، ممكن تحط جوجل توك، ممكن تحط ماسنجر، ممكن تحط ياهو زي ما أنتم شايفين تمام. طيب إيش عندنا بعد؟ نسكر هذا. عندنا حاجة ثانية برضو جميلة جدا، زي لو فتحنا الأوفيس في عندي برامج أوفيس زي ما أنتم شايفين تمام، أقدر أكتب، أقدر أسوي عروض تقديمية، أقدر أسوي الحسابات مجدولة، أقدر أسوي قواعد بيانات، أشياء كثيرة. بالنسبة للصوت والفيديو أقدر أشغل أفلام، أقدر أتابع، يعني ترى بيذكركم أتابع أفلام بس ما بكثير تمام، ستابع أفلام، وفي أقدر أشغل مقاطع صوت كل شيء عندك الـ VLC، وفي عندك برنامج هذا استخدمه لعرض الكاميرا من هنا، هذا محول صوتيات قوي جدا. خلونا نوريكم اياه. طبعا هذا اخذته من شخص عزيز تمام، الواجهه طبعا مخربطه شوي نظرا لاني انا خربطت الواجهه تمام. زي ما انتم شايفين يحاول ويدعم عده صيغ، شوفوا الصيغ اللي يدعمها تمام. مو بهذا هو محور حديثنا لكن بقول لكم انه في برامج تمام. لو رحنا للسيستم تولز في عندي ادوات كثيره، اقدر اقسم الهارد ديسك، اركب انظمه التشغيل الداخليه، اقدر اسوي كل شيء، في كل شيء عندي موجود هنا. ايش عندنا بعد؟ طيب في عندك ادوات اداره زي ما انتم شايفين، اقدر اسوي نسخ احتياطي، اقدر اسوي كل شيء. بالنسبه لتركيب البرامج من هنا اقدر اركب برامج من عند الباكج مانجر، اضغط عليه من هنا راح يعطينا اللي هو الباكج مانجر هذا. طبعا اللي يستخدم، طبعا اذا كنت متجاهل جدا ما تعرف وش هو جنو لينكس، هذا شبيه جدا بالاندرويد ماركت او بالاب ستور تمام، بحيث انك تكتب اسم برنامج هنا يجيب لك اسم برنامج. وش تبي؟ ابي فايرفوكس، وهذا فايرفوكس راح يحط علامه صح المثبت، تحط علامه صح تنزل برنامج، بسيط جدا تمام. ولاحظ انه الى الان لم استخدم الشاشه السوداء تمام، وحتى تسجيل الفيديو هذا سجله عن طريق برنامج رسومي هذا هو تمام. طيب ايش عندنا بعد؟ في عندك الكنترول سنتر، مركز تحكم، مركز تحكم كابل شبيه لوحة التحكم اللي بالويندوز او الكنترول بانل تمام. زي ما انت شايف اشياء كثيره اقدر اسويها. بالنسبه للخلفيه حق سطح المكتب بضغطه بالزر اليمين زي ما انتم تشوفون، تغيير خلفيه سطح المكتب وغير الشريط من تحت من هنا، ممكن تعدل تكبر حجمه وتصغر حجمه، تحطه فوق تحطه تحت، تسوي اللي تبي. هذا ها فوق ها توب، هذا يمين وهذا يسار وهذا بوتوم تمام. زي ما انتم شايفين اقدر اكبره واقدر احط شريط ثاني فوق، شريط يمين وشريط يسار وعلى كيفي تمام. الخلفيه زي ما انتم شايفين اقدر استخدم هذه للنظام عادي، اقدر استخدم اللون هذا شفاف نزيده ونقصه، يعني نظام جميل جدا. في خلفيات هنا عد وغلط كثيره، هنا خطوط، هنا في ثيمات، يعني من الاخر النظام النظام ليس للمحترفين، نظام للجميع تمام، اي شخص يقدر يستخدمه. اي شخص فشل بتثبيت النظام هذا لا يعني انه النظام صعب، هذا يعني انك انت فشلت حاول مره ثانيه. طيب انت ما تعرف كيف تثبت النظام تحتاج، ولكنك انت انسان ما تفهم تثبيت الانظمه، اعجبك النظام استخدامك اليوم عباره عن متصفح وشغله زي هذه، اول شيء حدد منطقتك، هل انت باي مكان بالعالم، ارسل لي قل لي انا من المكان الفلاني بالعالم، راح ارسل لك شخص يجي لمك ان شاء الله ويسوي لك اللي تبيه سواء تمام. يعني بالعالم العربي تحديدا سوريا مصر تونس الجزائر، في اللي عارف هناك ممكن ارسلهم لك، ممكن انت تروح لهم تمام يثبتون لك النظام وتروح بيتكم مبسوط مستانس. اذا كنت بالسعوديه بالقصيم تحديدا انا بين وقت الثاني اسوي ورشات عمل ونثبت النظام تمام. من الاخر النظام جميل سريع تمام، ليش قاعدين ايش تنتظرون؟ روحوا ادخلوا على القناه، ادخلوا على قسم لينكس مينت راح تحصلونه، او ادخل على موقع arab-linux.org تمام، وادخلوا على قسم التوزيعات اللي على اليسار، ثم ادخلوا على لينكس مينت، تابعوا كل الدروس، تقدرون تركبون النظام نفسه هذا اللي عندي واحسن من اللي عندي هذا يعتبر شوي قديم، في نظام جديد نازل. يلا نشوفكم على خير، اي اسئله اي استفسارات عندكم انا موجود 24 ساعه ما ادري وش هي سبعه يعني 24/7 اللي هي 24 ساعه خلال الاسبوع متواجد بمنتدى الدعم الفني اللي هو arab-linux.org support موجود تحت الرابط. نشوفكم ان شاء الله بالدروس الجايه وفي امان الله. بالمناسبه بالصيف في عندكم دروس جميله جدا جايبه لكم، فلا تسافرون ها، اقعدوا بالبيت تابعوا دروس معي.